السلام عليكم، مرحبا بكم اخواني اخواتي في فيديو جديد في طاولة الطبخ مع لطيفة وسعيدة. اليوم نحضروا هذا الطبق الزوين ديال رمضان المعتمد علينا في طاولة رمضان، الا وهو سيجار معمر باللوز والجنجلان معدل بورقة مصافيلو والمصا باستوري. بغيتي تعرفي كيفاش نديرو له؟ بقاو معايا يلا الفيديو. دونك المقادير اللي كنحتاجو، عندنا 600 غرام ديال اللوز. انا عندي هنا استعملت 3 شكارات ديال 200 غرام كل وحده 600 غرام. اللوز درتو في الماء طايب، حيدت له القشره، غسلته مزيان، نشفته وخليته من الصباح هو في الهواء حتى كينشف لنا. هانتوما راه ناشف. غادي ندير غادي نقلي 350 غرام و 250 غرام غادي نخليها خضراء. غادي ندير الجنجلان، 4 كاس ديال الجنجلان. انا السيجارات البنات كيعجبوني يكونوا مخلط معاهم النسمه ديال الجنجلان، وزايدين الجنجلان راه صحي. انا كنشري هذا البنات، كيجي دورار وكنشري من عند المغربي، كتجي الساشي فيه 400 غرام ونقي وكيجي محمص. انا دوزته شويه في المقلاه وسخنته باش يطلق الزيت ديالو مزيان. غادي نحتاجو هاد الورقه غادي نستعمل هذه الباستري، هذا الحجم الصغير. ويلا ما قدتنيش هذه، كتجي فيها 50 ورقه، الا ما قدتنيش غادي ندير مصافيلو. عندي هنا معلقه صغيره ديال المسكه حره وطحنته مع شويه ديال السكر كلاص، ما عنديش انا السكر الابيض، طحنتها هنايا. غادي نحتاجو لواحد المعلقه ديال الزبده تكون في حراره المطبخ، ولا بغيتو تذوبوها ذوبوها، انا غادي نستعملها هكا مو. غادي نحتاجو قبصه ديال واحد نص معلقه ديال القرفه، ماء الزهر باش نجمعوا العجينه ديال اللوز، زيت لي القلي والسكر. البنات انا غادي ندير 80 غرام، ما غاديش ندير 80 غرام، غادي ننقص منها ديال السكر بيو، عندي بني ما عنديش سكر بيض، انا ما كنستعملش سكر بيض. غادي نطحن هذا وغادي نخلطه مع الخليط، وغادي نستعمل عسل باش نطفي فيها السيجارات. العسل بين قوسين البنات، دابا اللي رحنا في تحضيرات رمضان وكنوجدوا المعسلات لرمضان، من الاحسن نستعملوا يا اما تكون عسل بيو طبيعيه، او لا عسل كاليتي مزيان ديال الورد ولا ديال الفليو ولا ديال الزعتر، ولا المهم ما تكونش عسل السكر. انا الصراحه اللي كنامن به، انا بما اننا غادي نصومو وغادي نقيلو النهار كامل صايمين، دونك ما نعطيوش لوكور ديالنا تكون حاجه صحيه، نحاولوا ما امكن نحيدوا داك عسل السكر، لان داك عسل السكر ما فيه حتى شي فائده. غادي ناكلو معسلاتي ونديروها في عسل مزيانه، تكون عسل فلوريس ولا عسل طبيعيه، ومن الاحسن بيو اللي قد عليها. يلا هالبنات نبداو على بركه الله. غادي نطحن دابا اللوز، غادي نقلي 350 غرام ديال اللوز، وال 250 غرام الاخرى غادي نطحنها، غنطحنها في الثيرموميكس ديالي. Thank you.
نوريكم، راه اي واحد راه كيعرف كيفاش نديروا البريوات والسيجارات. كنخلطوا دابا، غادي نخلطوا شي هذا الطحين، عفوا اللوز الاول اللي طحنت، غادي نخلطوا جوج مع المقلي. نزيد معلقه ديال القرفه، القرفه زوينه فيها الريحه. تمام، ما نكثروش من القرفه، غادي تمرر لينا في الكلي. غادي نبدا نجمع بما زهر حتى تجمع ليا مزيان الحشوه. جو بونس غادي ندير دابا، نبدا ب 4 معالق. هذا الماء زهر زوين، تا هو كنشري على المغربي، فيه الريحه يا سلام. غادي نخلط كلشي. هذا الشيء البنات، غادي ناخذ طابور خور، لان هنايا كنشوف ان هذا الشيء كيعجن مزيان. ناخذ طابور خور وغادي نخلط. انا كنوزنهم على حساب 10 غرام، لان من بعد غادي نحرب لهم نديرهم على شكل سيجارات صغار. نوزنهم هنا 10 غرام كيعطيني. المهم البنات، هنا ساليت التكوار، راه خرجوا لي هنا في 600 غرام خرجوا لي علين شي 65 حبه ولا 66 حبه ولا انفيرون هكذاك. صافي، هنا درت واحد شويه ديال الطحين مع الماء باش نشدو به، وهنا زويته. غادي نشوف على حسب الورقه، يمكن دهنها يمكن لا. صافي، دائما نوجدوا الصحن فين غادي نوجدوا. وانا غادي ناخذ هذه، غادي نشوف، غادي نحاول نحلها. هادو راه سونسيبل بزاف هاد الورقة. جبتها من المجمد هادي في الصباح، كتعجبني هاد الورقة، كتجي زوينة وكتجي كروستيونت. المهم البنات، غادي نبدا كنفرق الورقة هكا باش نسربيو دغيا في الخدمة. ها نتوما راه ساهلة كتفرق معانا. كنحاولوا واخا تقطع، معليش راه غادي تجمل. البنات غادي نستمر هكا كنحلهم كاملين، راه كتحل غزاله. ها نتوما ما فيها حتى خبشه، كتعجبني هاد الورقه ديال الباستولي، كنستعملها حتى في الحشوات المالحين. انا راه درت لها غير شويه ديال الزيت. ها نتوما هانتوما كناخدو على شكل كنديرو، غادي نطوي وغادي نطويو من هنا بحال الا راه حنا كنلمطو. البنات انا هكا كنقول بحال الا راه حنا كنلمطو. صافي، نبدا كنتني. انا كنهضر مع المبتدئات، لان بزاف ديال الناس ما كتبغيش تزعم،
هانتوما نعاود معاكم. الورقه ديالنا راه زوينه زوينه زوينه، ما مقطعه ما والو، راه كندير لها غير شويه البنات ديال الزيت لانها ديجا غادي من بعد غادي نقليها في الزيت. نحربلوه شويه هكا، كيعجبوني انا السيجارات صغيورين جوج القيمات. ونسيو هو راه ما كنبغيش، كاين اللي كيدير البيض، انا البيض ما كيعجبنيش فاش كتقليها كتبدا ترخيها نتوما. بارفي، ها مسدود من الجناب فاش نقليوه ما يتحلناش ما يداش. نزيد معاكم وحده وديك الساعه انا غادي نستمر حتى نسالي. ديروا الريحه د رمضان في الدار ديالنا، كيعجبني الاجواء، انا كتعجبني هذه الاجواء وشحتها نتوما هكذاك اجواء ديال رمضان، وخاصه دابا يعني عندنا الوقت الكافي باش نديروا الشهيوات لولادنا والعائله ديالنا نفرحوهم في هاد العواشر. غير شويه الطحين ما تكتروش، ها نتوما كيجيو صغيورين زوينين البنات. دابا غادي نستمر انا البنات باش ما يجيش الفيديو طويل، غادي نستمر حتى نسالي ونوريكم القليان. البنات هنا ساليت، ها هما تبارك الله 600 غرام راه دارت الخير والبركه، شي 65 حبه تسالات لي ديك الورقه ديال الباستوري اللي فيها 50 حبه، وجبت ماصا فيلو هي اللي صايت بها هاد البريوات باش نجربها معاكم كي غادي تجي. انا هاد البريوات ديال ماصا فيلو ما عمرني قليتهم، دائما كنديرهم غير في الفرن، ولكن معليش غادي نسخن الزيت هنايا والعسل غادي نفتحها ونديرها هنايا.
شوف البنات ها القوام كي كيبقى لنا. دابا غادي ندير لهم هذا الشكل هذا، كيعجبني هذا الشكل هذا زويون. نديرهم في الريسيبيون ديال الزاج. عفوا على هاد صدار الموسيقى ديال الجيران، نقدو نقول لهم حتى حاجه. دابا راهم في الحجر الصحي، كل واحد كي كيبغي يونس راسو. يجيو زوينين البنات. انا غادي نديرهم هنايا في طبق التقديم، نشربوا بهم قهوه. دابا نيت خليهم غير يبردوا. كيجيو الصراحه كيجيو زوينين. وهما هادو السيجارات ديالنا البنات، ها هما وجدناهم. شهوه منهم في المنظر انيقين، وفي المذاق ما نقولكمش كيفاش دايرين. سمعوا مقرمشين وعامرين بالقوام الداخل، شهوه منهم. وهو هذا البنات، نخليكم فرحة الله. تهلاو ليا في راسكم، ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله. وما تنساوش تشيروا لايك في قناه طاوله الطبخ مع لطيفه وسعيده. ومع السلامه.